تستقبل اليوم فريقين النادي الافريقي نظري اتحاد بن قردين على الملعب استاد اولمبي الحمد العقربي براديس في الجوله 14 والاخيره من الدوري التونسي. لكي تشاهد المباراه مالك فضل الله الطالب بسرد كرسي رابع قنيس وشاهد معنا هذا الفيديو حتى النهايه. سوف تلعب المباراه في تمام الساعه 4:30 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، الساعه 3:30 بتوقيت غرينيت، وسوف تنقل هذه المباراه على قناه الكاس اتش دي 4 والموقع الرسمي لفريقي النادي الافريقي. لا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك بقناه وشاركوا توقعاتكم للمباراه. من سوف يفوز الفريقين النادي الافريقي المستضيف مباراه اليوم او فريق اتحاد بن قردين الضيف في مباراه اليوم؟